الحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في هذه اللحظات صلاة الجنازة على الراحل، على الفقيد، فقيد الأغنية المغربية الفنان القدير رحمه الله محمود الإدريسي. بكل تأكيد وسط حزن أصدقائه والعائلة ديالو، عزاؤنا واحد، هو ماشي غير العائلة ديالو اللي فقداته، ولكن الشعب المغربي قاطبة، لأننا كبرنا معاه بأغانيه الوطنية. صغير يعرفه طبيعة الحال، والكبير حتى الناس اللي ما عاصروش، يعني هذا الجيل الجديد ايضا كيعرف اغاني الوطنيه عيشي بلادي. وشكون ايضا ما كيعرفش محال ينساك البال، اكيد ما غنساوهش طبيعة الحال. الله يرحمه ويستر عليه ضيقات القبور. في هذه اللحظات سيور جثمانه الفقيد الراحل الفنان المغربي محمود الإدريسي، اللي وفاته ألمانية يوم أمس، يوم الخميس، اليوم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، ليلة الجمعة، بسبب فيروس كورونا كوفيد 19. ردوا بالكم، ردوا بالكم. بالنسبة للناس اللي تيقولوا بأن كورونا ما كايناش، راه كورونا كاينة، راه كتحصد أرواح كل يوم، تحصد أرواح أصدقائنا وأحبابنا وعائلاتنا. وهو اليوم فناننا القدير الفنان المغربي يرحل إلى دار البقاء، رحلوا عند الله سبحانه وتعالى، الآن في جواره، أحسن جوار طبيعة الحال وجوار الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعله من الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. في هذه اللحظات بمقبرة الرحمة، بحيث سيورى جثمان الفقيد وسط عائلته والقليل من أصدقائه بسبب هذا الفيروس اللي منع بطبيعة الحال الأصدقاء ديال الفقيد أنهم يلتحقوا إلى الموكب أو إلى الجنازة بسبب هذا الفيروس.
تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نسمع من نكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءهم مرسلون إذ أرسلنا فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا إليكم مرسلون وما أنزلنا أغفرني ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من نبيه لكل من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم كاملون. يا حسرة على العباد بارك الله فيك يا لا تعلم لهم ولا طريق لهم ولا هم يفرحون.
متتبعي قناة شوف تيفي من قلبي مقبرة الرحمة، بحيث في هذه اللحظات وري جثمان الفقيد الفنان القدير سفير الأغنية المغربية لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن الفنان القدير محمود إدريسي وسط حزن عائلته الصغيرة والكبيرة. للأسف ما كاينش تواجد ديال الفنانين، ربما بسبب الظروف، ربما بسبب هذا الوباء اللعين الذي يمنع حضور الجنائز للأسف الشديد. إن لله وإنا إليه راجعون، هذه هي سنة الحياة، كل من عليها فن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا هو الختام ديال أي إنسان. طبيعة الحال مهما عشنا فواحد النهار غنجيو لهنا، طبيعة الحال هي مسألة وقت. الله يثبتو عن السؤال، الله يثبتو عن السؤال. كان فنان مغربي قدير، كان إنسانا طيبا عرفه جميع المغاربة، عرفه الصغير والكبير، حتى اللي ما عاصروش طبيعة الحال كيعرفوا أغانيه الوطنية. عيشي يا بلادي عيشي بكل تأكيد جميع المغاربة كيتغنوا بها. الآن هو عند الله سبحانه وتعالى، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يثبتو عن السؤال. اللهم إنه في جوارك الليلة، فأكرم ضيافته يا رب. الله يرحمه ويستر لدقة القبور، الله يصبر العائلة ديالو الصغيرة والكبيرة. راه عزاؤنا واحد، راه فقدان الشعب المغربي كله. اللهم امين، الله يثبتو عن السؤال، الله يثبتو اكيد العائلة ديالو. امين 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 يا رب. معنا الزوجة ديالو اللي بكل تأكيد ما غاتنساش، محال واش ينساه البال بطبيعة الحال. زوجة الأخ ديالو، بنت الأخت ديالو، كان طيبا حسب الشهادة ديال العائلة. طيب معنا الحمد لله. الله يعمر هذا، الله يعمر هذا، الله يرحم السعيد، الله يرحمه، الله يرحمه المسلمين جميعا. كما قالت لنا بنت الأخت ديالو، راه كما كنشوفوه في التلفازة راه هو عفوي مع العائلة أيضا. ومؤمن على الإنسان كاملين، كلشي الناس كيحبوه. الحمد لله، الحمد لله. أثر يعني ترك أثرا طيبا لا وسط العائلة ديالو لا وسط المغاربة. إذا متتبعي قناة شوف تيفي، شكرا لكم وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.